نتابع مع عرض أخبار ونتائج الانتخابات الأمريكية مع تحليل معطياتها، والآن نفتح ملفا آخر هو كيف صوتت المجموعات العرقية والفئات السنية المختلفة في الانتخابات النصفية. الإجابة في استطلاع لوكالة Associated Press. امتدت الفترة الزمنية للاستطلاع من الأيام التي سبقت الاقتراع وحتى يوم الاقتراع ذاته، وشملت 115 ألف شخص ممن صوتوا أو أبدوا النية لذلك. نسبة النساء بين الناخبين كانت 52% مقارنة ب 44% للرجال. نصفهن من النساء على الأقل صوتن للمرشحين الديمقراطيين، أما بالنسبة للرجال فصوت 53% منهم من ال 44% للجمهوريين. ننتقل إلى الفئات العمرية. الديمقراطيون نالوا أصواتا أكثر عبر الفئات العمرية بين 18 عاما و 39 عاما وبفارق كبير نسبيا. التقارب بين الحزبين كان في الفئة العمرية ممن هم في الأربعينات من أعمارهم، ليعود الجمهوريون في التفوق عندما يتعلق الأمر بالناخبين من 50 عاما وأكثر. الآن إلى التقسيمات العرقية والإثنية. 57% من الناخبين البيض صوتوا للجمهوريين. على الجانب الآخر 82% من المواطنين من أصول إفريقية ذهبت أصواتهم للديمقراطيين. أما الناخبون من أصول لاتينية فاختار 8 من كل 10 منهم مرشحا ديمقراطيا. تصنيف آخر لاستطلاع Associated Press كان التعليم. الجمهوريون نالوا أصواتا أكثر من قبل مؤيديهم الذين حظيوا بجزء من التعليم الجامعي ولم يكملوه، إضافة لحملة شهادة الثانوية أو أقل. أخيرا في هذا الجزء نتحدث عن المجتمعات المحلية، سكان المدن الذين صوتوا بنسبة تجاوزت 60% للديمقراطيين، وتعادلت تقريبا النسبة بين الحزبين بالنسبة لسكان الضواحي والأرياف. أما بالنسبة للبلدات الصغيرة والمناطق النائية فقد صوت سكانها للجمهوريين بنسب وصلت لضعف النسبة التي حصل عليها مرشحو الحزب الديمقراطي. Associated Press فصلت في استطلاعها ملفات مهمة للناخبين. 2 من كل 3 ناخبين جمهوريين كان الملف الاقتصادي دافعهم للتصويت، فيما كانت النسبة 33% عند الناخبين الديمقراطيين. التغير المناخي والإجهاض ملفان كان لهما مكانة متقدمة عند الديمقراطيين، خاصة بسبب ملف الإجهاض وقرار المحكمة العليا بتقييد عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة. على الجانب الآخر كان ملف الهجرة مهما جدا للناخبين الجمهوريين ونال اهتمام 87% منهم، لكن هناك ملفا واحدا حدث فيه التقارب وهو ملف الجريمة. 56% من الجمهوريين اعتبروه مهما، في حين وصل الاهتمام بين الديمقراطيين ل40%. أخيرا بعد أن انتهت الانتخابات وبدأت عمليات الفرز باستثناء عمليات الإعادة طبعا لاحقا، هذا السؤال وجه للناخبين: هل تثق بشكل كبير بأن الأصوات سيتم عدها بشكل دقيق؟ 77% من الناخبين الديمقراطيين أجابوا بنعم،
مقابل 20% فقط على الطرف المقابل، ومن بين الجمهوريين 55% قالوا إنهم واثقون نسبيا. أخيرا، انعدام الثقة الجزئي أو الكلي كان كبيرا لدى الجمهوريين عندما قال 86% منهم إنهم لا ثقة لهم بالنتائج، مقابل 10% فقط بين الديمقراطيين. في كل الأحوال، لا يبدو التشكيك كبيرا في عمليات الاقتراع أو النتائج باستثناء أريزونا وجورجيا حتى الآن، جورجيا التي ستجري فيها عمليات الإعادة في 6 ديسمبر.